السلام عليكم ورحمة الله. إخواني الأحبة، كثير من شبابنا اليوم تأتيهم شبهات من عندي أعداء الإسلام، شبهات يعني عن كتاب الله سبحانه وتعالى، يشككونهم في صحته، في جمعه، في رواياته، فيما إلى ذلك من الأمور. وقد اطلعت على كثير من هذه الأمور، من الشبهات التي يلقيها شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، حتى يشوشوا على الجيل الجديد إيمانه بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولا لا شك أننا إذا فقدنا الثقة بكتاب الله فقد فقدنا هويتنا وفقدنا ديننا كله، لأن مصدر الدين كله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس لا يعرفون أن القرآن الكريم أصلاً كتب زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام ينهى الصحابة أن يكتبوا كلامه. تعرفون لماذا يا أحبابي؟ لأن أهل الكتاب الأول التوراة والإنجيل لما جمعوا كتابهم البايبل جمعوا فيه التوراة والإنجيل والزبور وبقية أسفار الأنبياء، وخلطوا كلام أنبيائهم بربهم بعلمائهم، فأصبح الكتاب مختلطا لم يبقى صافيا، وهذا ما أفقد الثقة بهذا الكتاب بعد ذلك، فما عاد فيه الحق معروفا كلام الله من كلام غيره. ولا شك أن كلام الله ليس في الحجية ككلام غيره، لا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من العلماء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة أي شيء آخر إلا كلام الله سبحانه وتعالى، ثم لم يجمع المصحف إلا زمن أبي بكر حيث انقطع الوحي وتم الأمر فوجب أن يجمع، وسماه الله كتابا، والحمد لله رب العالمين.